الو اديني الوزاره بسرعه. طب اسمعي النكته دي. واحده متهمه عندي في الاداب ابنها بيقول لها ماما ماما انا بحبك قوي يا ماما. قالت له خلينا اصحاب احسن. تقلي معارك هنا حيوان انت. اسف يا بيه انا لقيت حضرتك اتاخرت قلت انا اعمل شويه تليفونات مهمه. شويه تليفونات من تليفون الشغل. فاهم نفسك انك في بيتكو. حاجه غريبه. ايه يا جماعه يلا جهزوا بسرعه وتعالوا لي مفيش وقت. حازم امشي دلوقتي من وشي لحسن. انا عفاريت الدنيا بتتنطر في وشي ومش طايق اشوفك. انت هتقرفني في البيت وهنا كمان. انت ايه اللي جابك اساسا؟ مش حضرتك اللي قلت لي تعالى ورايا على الاداره يا بيه؟ قلت لك 100 مره ابي دي هناك عند اختك فوزيه في البيت هنا على شط اللواء. فاهم يا ابي؟ قلت لحضرتك 100 مره انقلني عندك في المخدرات واستفيد من حماسك. حماس ايه ونيله ايه؟ استنى لما اشوفك هتعمل ايه في قضيه سينما السيارات. يا اخي ما تقبضش على واحده وهي بترضع ابنها. ما هو يا حبيبي يعرضوا افلام. استنى بره يا حازم. استنى بره يا حازم. افلام. استنى بره. اسف يا باشا. ايه يا جماعه عملتوا ايه؟ تمام يا فندم. حضرنا صور ضباط دفعه 2001 زي ما حضرتك امرت. وفاضل ان سعادتك تختار الراجل المناسب للمهمه. كويس. فرجونا الصور بقى بسرعه. ساتي يا رب. ايه يا جماعه ده؟ في ايه؟ احنا عاوزين ضابط نزرعه وسط طلب الجامعه مش وسط مجرمين في سجن. ايه ده؟ ماشي. دي دفعه 2001. دي دفعه عرابي اللي انتوا جايبينهم. انتوا جايبينهم منين دول؟ ماشي. ده بالذات لا خالص تشيلوه. ده مش بس هيبوظ لنا المهمه، ده هيموتنا احنا شخصيا ويخوف الطلبه في الجامعه. الولد ده شكله وسيم، ايه رايكم؟ مظبوط يا فندم. صورته بتنطق. اسمه ايه الولد ده؟ ده بسيوني عبد السلام البسيوني يا فندم. ابن اللواء عبد السلام بسيوني يا باشا. ايوه 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 ايوه. ده اللي كان عامل قلق في الداخليه ايام خدمته حضرتك. عارفه. اكيد الولد ده واخد قلب ابوك جامد. هو ده. تعالى يا حازم. عمرك سعاده الباشا. قول لي يا حازم انت لسه فاكر زمايلك بتوع الدفعه؟ الا فاكرهم يا فندم. ممكن اوصفهم لك واحد واحد يا فندم. لا مش اوصاف، مش للدرجه دي. انا بسالك عن مجرمين، انا بسالك عن دفعتك. في واحد فيهم اسمه بسيوني عبد السلام بسيوني. بسيوني بسيوني يا باشا ده عشره عمري، ده توام روحي يا فندم. والله ده عشره الكليه وفصيله دم واحده. ده احنا عشنا مع بعض اكتر ما عشت مع حضرتك وفوزية اختي سعد. يا اخي وطي صوتك شويه. تحت امرك يا باشا، بس لو في حاجه الواد عملها قول لي يا باشا وانا ادبه وده دفعته واعرف اتصرف معاه كويس يا فندم. مفيش حاجه، انا بجمع بس شويه معلومات عنه. من ناحيه المعلومات يا باشا انت جيت لقناه المعلومات كلها. الواد بصراحه فندم بسيوني بسيوني ده بالذات اخلاق وذكاء وابن ناس ومتربي كويس قوي يا فندم. برافو. بس ليه يا باشا سعادتك يعني بتجمع عنه في الحقيقه؟ حازم هو مترشح يتنقل عندنا هنا في المخدرات. ده واطي يا فندم. نعم واطي. مين ده؟ الواد ده بالذات اوطى واحد في الدفعه. تصدق لا يا فندم سعادتك؟ بسيوني واخلاقه مش كويسه. الله. ولعلمك يا فندم ولا بد... انا يا فندم ما احبش اتكلم على حد وحش. انت هتقول لي سعادتك يعني ايه؟ طب وفصيله الدم؟ دم ايه يا باشا؟ ده ما عندوش دم اصلا. بسيوني؟ اه يا فندم انا قطعت الدفعه كلها بسببه سعادتك. اهلا اهلا اهلا. هو فين اشوفه؟ سياده اللواء عبد السلام باشا شخصيا جاي يزورني. ايه يا بابا؟ اه حبيبي اول مره زورني في ربنا يبارك ويبارك لي فيك. اهلا يا حبيبي. انا جايب لك مفاجاه كبيره قوي. جايب لك معايا السيد مساعد وزير الداخليه شخصيا ومعاه بنته. بنته جولنار هانم. بس ايه يا بسوني؟ صاروخ يا ابني صاروخ. يلا يا ابني تاني يا بابا. يا بابا قلت لك قبل كده انا ما ينفعش اتجوز واحده ما شفتهاش قبل كده. اسمع يا ولد، دي فرصتك الوحيده عشان تتنقل من الوحله دي. وبعدين يا اخي تعالى سلم على عروستك، كفايه انهم جايين لك لحد عندك. يا فندم ابني الملازم اول بسيوني ليه الشرف انه يجي يسلم على حضرتك. تمام يا فندم. هذا الشبل من ذاك الاسد. اهلا يا وحش. اهلا بسيوني. يا باشا يا ابني روح شوف عروستك. يلا صباح الخير يا بسيوني. صباح الخير. سلام وقولا من ربنا رحيم. ايه انت شفت عفريت؟ ايه اللي بيحصل ده يا عبد السلام؟ دول اكيد بيلعبوا مع بعض يا فندم. اديني فرصه بس يا بسيوني. يا جماعه استنوا معاك يا حبيبي. اقول لك على حاجه. ايه اللي حصل يا بسيوني؟
لا تأخر قوي يا عبد السلام. أكيد يا فندم بيتعرفوا على بعض. العاني يا بابا، العاني يا بابا. شفت ماسوني عمل فيا إيه يا بابا؟ البنت اتمرمطت، ابنك عمل في البنت إيه يا عبد السلام؟ مش عارف يا فندم، أكيد في سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ أنا من دلوقتي هتبقى في سوء معاملة بعد كده. أشرح لك بس يا فندم، يمكن في أسباب نفسية. نفسية إيه؟ بلا نفسية بلا كلام فارغ. يلا يا بنت قدامي. يلا يا بابا والنبي اديله فرصة تانية. بلا فرصة بلا كلام فارغ. يلا اركب العربية ولا نشيل التانة. والنبي يا بابا ده جميل وشبه قاضي الستار يا بابا. يلا يا بنت، يلا الجري قدامي. أنت أكيد مش وعيك. ايه اللي انت عملته ده يا ابني؟ ده مساعد وزير الداخليه، عارف يعني ايه؟ والله لو الراجل جاي لوحده كنت شلته على راسي، لكن جايب لي اولاده كلهم اتجوزهم. يا ابني ده دفعتي وانا عارفه كويس، ده راجل عنيف جدا ومش هيسمح لاي حد يكسر قلب بنته. طب بابا انا راضي ذمتك، دي فيها ايه الكسر؟ دي كلها سفنج. انت حر بقى، بس تعمل كل اللي يجرى لك. بابا ده ممكن ينقلك غلايب شلاتين ولا حتى السلوم. ليه يعني يا بابا؟ هو جهازي من الجورنان دي يعني مهمه قوميه؟ بعدين انت قلت لي صاروخ ودي طلعت قاعدة صواريخ. الله، ده بقى يا فندم الرجل المناسب في المكان المناسب. تاريخ مشرف من العمليات الناجحة، أقوى شخصية في دفعته. بيخدم فين الولد ده؟ في الأرياف يا فندم. لما هو كفاءة وجامد كده مش كنا احنا أولى بيه؟ ده من حسن حظنا يا فندم إنه بيخدم في منطقة مقطوعة، عشان لما نزرعه في وسط العيال دي وشه ما يبقاش معروف خالص. أنت شفت الولد ده؟ ها؟ ويا ريتني ما شفته يا فندم. بصراحة أنا أول ما بصيت في وشه خفت. جسمي أشعر لدرجة إن أنا فكرت أغيره ليكون أكبر من المهمة. بالعكس، واد زي ده هو المطلوب بالظبط. أنت شوقتني أشوفه. يومين اتنين يا فندم وإجراءات نقله تتم خالص. أنت لسه بتحبني؟ وأفضل أحبك طول العمر. أحبك. أوباش. مسك كده نكبس عليهم بقى ونقف يا فندم والنبي. اصبر يا زفت، خليهم يسخنوا على بعض شويه، هنا نتفرج. انا مش عارف الحياه من غيرك كنت هقضيها ازاي. ما تخلص يا عم الرومانسي، ما تتعبناش، احنا في صحراء مش في جنينه الاسماك. حنين عليا طول عمرك انت. لا مؤاخذه يا باشا. اوباش كده سخنوا قوي، نهجم عليهم بقى يا باشا. يا ابني مفيش تلبس كده، كبيرهم محضر راغي في الطريق العام. انا اليوم عرفتك حلوة. انت فين يا استحازم؟ هل تسمعني؟ حاول حاول الاتصال في وقت اخر. حاول. انا نجدت يا حيوان. هيوة يا ابيه، ده الجهاز بيترعش من الفرحة. حازم، تعرف الواد دفعتك اللي اسمه بسيوني عبد السلام بسيوني اللي بيخدم في الارياف ده؟ طبعا يا باشا. عاوزك تجيبهولي من تحت قطيل الارض، ما تدخلش مكتبي الا وهو في ايدك. تجيبهولي حياً أو ميتاً. علم يا سعادة الباشا. يلا يلا. طب والتلبس ده يا باشا؟ يا ابني سيبك منهم، دول عاملين لي فيها تامر وشريك. ترى يلا. بابا معاك. أهلاً أهلاً. تأخرتوا ليه يا أولاد؟ عشان عمو دايماً لونا وصوت. برافو يا حبايبي. أنا مالي يا بابا، إذا كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى، ما تنتحر في 60 داهية. إيه؟ عملية تجميل؟ بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف اللي يشتغل فيها. هيشفط ايه ولا ايه؟ احنا لحقنا، ابوها ينتقم. وبعدين ينتقم بقى، احنا ما بيهمناش حاجه يا بابا. ثانيه واحده يا بابا. ودني بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم. بقول لك ايه، حازم بسيوني الله يحرق سنينك. انت فين يا ابني؟ يا باشا فاكر يلا لما كنت بغششك في الامتحانات؟ كنت بس والله وحشتني بس. والله وانت كمان. طب فاكر يلا لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز؟ رقبتي كانت هتتكسر، بس مش فاكر يا باشا. برضه مش فاكر، انت صعبت عليا. بنسى الحاجات ده. والله وحشني. وانت كمان يا بسيوني. قول لي حازم بالحق، انت يعني ايه اللي فكرك بيا؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك يا سيدي. على الهزار واللطافه. جاي اقبض عليك يا بسيوني. جيت تقبض عليا انا؟ بجد يا بسيوني. لا والنبي اديني بقى ايدك الشمال. ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي. الف لا باس. يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني. افكك ايه يا باشا، ده انت شكلك عامل مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه، كل اللي حصل انا احكي لك ان انا رفضت اتجوز جورنان، عايزين ينقلوا لي حلايب وهتمرمط. يا باشا لا فيها جورنان ولا حلايب، ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله. قال لي هتقوله حيا او ميتا. يا عم ولا اكبر ولا حاجه، انت عارف الموضوع ده حله ايه؟ دبله وبوكيه ورد. فكني بقى يا حازم. ورد ايه يا ابني؟ انت اطلع قدامي. اتفضل. يا فقر. أنا
قدامي. تمام يا فندم، قبضنا على الضابط بسيوني. الله يخرب بيتك، انت ايه اللي حببته ده؟ انت في ايه في دماغك؟ ربط الكرفس ليه بس يا بيه؟ سعادتك قلت لي عايزه حيا او ميتا، انا جايبه لك يا فندم اهو بدون اي نقطه دم واحده سعادتك. طب قرب من قدامي وحسابي معاك بعد. امشي. شفت يا عم اهو زعل، يا ريتني ما وقفتك تجيب ورد. اسف يا باشا، افتحي الاساور بتاعت الباشا يا فندم. اطلع بره يا حازم. معلش احنا اسفين على الموقف البايخ ده. لا يا فندم مفيش حاجه، احنا خلاص هنبقى اهل. جرنان اخبارها يا فندم؟ انت هتبتدي على ماذا؟ ما خلاص قلنا احنا اسفين، عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حيلك. هشد حيلي واصلح غلطتي تماما يا فندم، يعني بس كان ليا رجاء عند حضرتك، بلاش حلايب، انا اساسا تعبان في الارياف. انت باين عليك متعب ولبط، ايه اللي انت شايله؟ دي حاجه بسيطه يا فندم، ان شاء الله الف سلامه على بنت سياده مساعد الوزير. هي عيانة؟ وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ سرع يا فندم. ايه؟ سرع يا فندم، سرع. ألف سلامة للهارم الصغير يا فندم، ربنا يشفيها لساعتك. مش ده؟ مش ده؟ ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريج ده يا نجدة؟ ده حاجة بسيطة يا فندم، ده أنا الود ودي كنت اشتريت جنينة بحالها لبنت سعادتك. مالها بنت؟ هي مش عيانة يا فندم؟ مين اللي قال لك كلام الفارغ ده؟ الضابط بسيوني يا فندم. والله ما اعرف يا باشا انك مخلف اساسا. هو لعب عليك يا نجدت، باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه. شايف ساعتك؟ شايف نظره الشر اللي في عينيه؟ صار يا فندم صار. خلاص خلاص انا متفائل بيه، والوزاره كلها متحمسه له، بيقولوا ان ده هو الشخص المناسب. انا عايز نتائج مبهره، التزموا السريه التامه. ها جاهزين؟ تمام يا فندم، على بركة الله. نجدة باشا، الحقني يا فندم. خير في ايه؟ ده ملف الضابط باسيوني من كلية الشرطة وتقارير خدمته. كويس، ايه المشكلة؟ كل التقارير يا فندم بتقول ان الأول على دفعته 3 سنين وكان مساعد كلية في السنة الرابعة. ايه؟ ده غير الأخلاق والأدب والمثالية اللي هو فيها، ده كده طلع ورور يا فندم. يا نهار اسود. ورور؟ وريني. بسيوني! علي جرى من مراسيلك، علي جرى بس ما فيك ولا حكيلك، علي جرى وامسح دموعي منديلك، علي جرى بس ما فيك ولا حكيلك، علي جرى.
الحمد لله الامن مش مستتب والنفوس مش صافيه وشكلها كده عركه كبيره بين اهل العريس واهل العروسه وهنطلع النهارده ب 30 محضر يا عم اختفى انت بقوم 31 الف مبروك يا عريس الف مبروك طب امال فين العروسه يا ريتني ما سالت اهلا وسهلا يا باشا اوعى انت كده اوعى اهلا يا باشا اتفضل عند اهل العروسه يا باشا اتفضل عند اهل العريس يا باشا عند اهل العروسه يا ريت عند اهل العريس ولا اهل العريسه ولا اهل العروس انا هقعد في ارض محايد ومالك اهلا وسهلا اهلا وسهلا الف مبروك الله يبارك فيك يا باشا ايه يا اخوانا البلد مقلوبه بره مالكم احنا جايين نهدي النفوس بعدين يعني انتوا برضو اهل وحبايب ومهما كان دليله العمر ها رواقوا لا مؤاخذه سعاده الباشا الفرح بصراحة ما يليش بمقام سعادتك ولا بمقام ابني كمان ده خلى رقبتها زي السمسمة ايه يا جدعان انت الكلام المسخ اللي بتقوله ده ايوه ده سؤال مهم انت تقصد ايه بالكلام المسخ ده بذمتك يا سعادة الباشا لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها ننسى عجم لا اللي يستخسر في بنته حاجة يبقى راجل ناقص واطي ومعفن ايه احنا جايين نهدي النفوس ايوه الله اكبر سعادة الباشا قال الحقيقة يا راجل يا معفن كلم الحاج يا نيتن كلم الحاج يا تحفه ما هي كلم الحاج يا تقول ده مرمطك مش هين عليك تبيع قراط من القراطين اللي حيلتك عشان خاطر تعمل فرح بنتك يا اخي اتحرق القراط هو في اغلى من الضنه ايوه قول له يا باشي بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي كان دفع مهر عالي يليك ببنتي لا كده الكلام اختلف هو دفع كام ما تقوله لا هقول له هقول دفع 500 جنيه صراحه يعني ده مبلغ قليل فعلا معلش يا حاج ما انت برضه بتشتروا راجل هي كمان ما تسويش اكتر من كده لا 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 يا جماعه بقى كده عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض اعراض امال انت فاكر ايه هي حصاله اعراض ايه اعراض ايه ده اعراض طب وعالي بقى كده يا باشا ايوه اعراض اوعى اوعى من جد دخلنا في اعراض الله 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 ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده مش كده يا جماعة اهدوا بلاش توتر ما ينفعش اللي بيحصل ده ما تحسسونيش ان انا السبب مش عشان فكنا مع بعض الكلمتين ده انتوا اهل وحبايب 35 محضر يا اخوانا مش كده ما يصحش حاجات تافهه تاثر فيكم ايه يعني المهر 500 جنيه حصل ايه فرح زبالة قاعدين فيه عادي 18 محضر انت يا بلدين 19 محضر ايه بلدينا دي انت ما تعرفنيش ولا ايه لا والله ما حصليش الشرف انا المخبر اول سباعي السباعي المخبر الخصوصي الضابط بسيوني راح الامن في المنطقه كلها قلت الضابط بسيوني ايوه الضابط بسيوني يبقى البشاير بانت من اولها لكن ما قلتليش انت مين بقى لا انا فضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان يا نهار اسود دماغك يا باشا اللواء في حاله وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني واتنقل على عينه اتجوزها فين سبع البرومبا الضابط بسيوني بتاعك؟ بيولعها جوه يا فندم عشان نسترزق ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها والله ايوه قلت لي انك مخبر ايوه مخبر انت بقيت عسكري نفر خش وريني الضابط بسيوني فين؟ ما دام عسكري نفر خش لوحدك خش يا حيوان قدامي مش داخل امشي انتباه يا عسكري مش انتباه بس مش انتباه ايوه مش انتباه اتكلمت عسكري يا جماعه كده ما ينفعش هو عشان فضفضت مع بعض ما انت قلت له يا معفن قال لك يا نتر يعني شتيمه مش عارف ايه يا حظاظ مرتكشه كمان يا فندم ايه اللي جابك انت واقف هنا بتعمل ايه بنفس التوتر عشان الهدوء يا فندم خناقه مش قادر والناس بتبوظ بعض وانت واقف تتفرج على الضابط انت هل انت اللي بتضرب بكرسي انا عارفك وحبيتك في الحجز يا فندم لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف دول بيتخانقوا من 6 وربع اديهم 5 دقايق هيناموا انت هتصرف ولا اتصرف انا نجد الباشا اتصرف بسرعه يا الضابط تمام يا فندم اتصرف بسرعه قلت لك اديني البدله خليني امشي
اقول لك خليها لك، انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ هعمل لك ايه؟ كلها نص ساعة والبدلة هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه؟ هات خرطوم ميه اضربه في عينيك وصدرك، شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. تفض ايه؟ بنفض من العريس وعروس. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اجعص المواقف في الحياة بتتحل بالهدوء وبالحكمة. حكمة ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجة كنت بحبها في الكلية مادة علم النفس، يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشرية. أنا كنت فاكرك وحش لما زرعك في وسط شوية عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعة هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس، وبعدين أنا الأول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك، الأول على دفعتك 4 سنين، ما هي دي المصيبة، دي الكارثة اللي مش هتخليك تصلح للمهمة اللي أنا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصة من فضلك، أنا ما خدتش فرصة حقيقية أثبت فيها كفاءتي. انا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم انا من بكره الصبح حاول في اجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصه اشرح لك. اخلص يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل. بتعصبك يا فاشل. يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله فيه يا فندم. يا فاشل.